السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في القناة. كنتمنى ان شاء الله تكونوا في صحة جيدة وتكونوا بخير وعلى خير، وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو وتابعوا معايا الفيديو حتى الاخير. ولا عجبكم ما تنسوا تشاركوا في القناة، اللي جدد على القناة واللي قدام كنقول لكم شكرا على الدعم ديالكم وشكرا على المشاهدة وعلى التعاليق الزوينة اللي كتحطوا ليا. بسم الله، انا عندي واحد 3 حبات القرعة اللي كنحكم بحال هكا في الحكاكة غليظة. غادي نجيب واحد المقلة او طنجرة، كندير واحد 3 المعالق ديال الزيت النباتية، غادي نضيف عليها هاد القرعة اللي محكوكة بحال هكا. ان القرعة صحية بحال هكا كنرفقو بها الاكلات. وغادي نجيب 3 فصوص ديال الثوم اللي قشرتهم وغادي نحكهم او كنبشروهم. غادي نبدا نتبل. بسم الله، كندير الملح حسب الذوق وكندير واحد راس معلقه ديال الفلفل الاسود او الابزار، لان هي ما كتبغيش الابزار بزاف. كندير القزبر اليابس واحد نص معلقه صغيره، كمون راس المعلقة، بابريكا أو التحميرة نص معلقة، والكركم أو الخرقوم البلدي. صافي، وكنحرك هاد التتبيلة مع القرعة، كنخلطها هكا مزيان حتى كتخلط لينا القرعة مع العطرية. غادي نغطيها بواحد الغلاقة وغادي نحطها فوق البوطة على عافية اللي كتكون شوية مهيلة، لان حنا غرضنا بها باش كطيب، ما نجهدوش عليها هكا البوطه. بعد ما كتسخن كنبداو هكا كنحركو باش كتخلط العطريه وكتخلط ديك التويمه، وحنا كنخلطوها هكا بالسباتولا ديال العود بحال اللي تدلكوها بحال هكا. هي راه دغيا كتبدا طيب، ما كتعطلش، حدا 10 دقائق راه كتكون موجودة. هنا غادي نغطي عليها باش تزيد شوية طيب. بعد ما حركناها والعافية كتكون مهيلة، ما نجهدوش على العافية، غادي نرجع غادي نحك 3 الحبات ديال الجزر او خيزو. استمر عليهم حتى كنحكهم كاملين، وغادي نرجع بحال هكا القرعه ديالنا راها طابت. نتوما شفتوا معايا راه طابت، كتجي بحال هكا كسلطه، كنحضروها بحال هكا كنوجدوها مع الاكلات كتجي لذيذه، او بحال هكا كنوجدوها مع الحوت. كندير واحد راس المعلقه ديال الهريسه او الشطه، يعني هذه كتبقى اختياريه اللي ما تيبغيش الحار ما يديرهاش، او اللي عندنا ديك الفلفله الصغيره الحاره كنقطعوا واحد النص ديال الفلفله وكنضيفوها ليه. صافي، حنا وجدت لينا هكا هاد السلطه ديال بحال هكا كتكون طيبه ديال القرعه، وكنحطوها على جنب. صافي، كنغطيها وكنحطها على جنب. غادي نرجع للمقله، غادي ندير فيها الجزر او خيزو حتى هو بلا ما نسلقوه بحال هكا كنطيبوه. كندير هاد 3 الحبات ديال الخيزو اللي مبشورين، غادي نجيب فصوص ديال الثوم، واحد 3 فصوص ديال الثوم كنحكهم او كنبشرهم. هاد الخضار بلا ما نفوروها. صافي، غادي نتبل، كندير الملح حسب الذوق، كندير البزار او الفلفل الاسود، الكمون،
القزبر يابس، بابريكا او التحميره، الكركم او الخرقوم البلدي، ولا عندكم سكينجبير ديروه، انا ما بقاش عندي. صافي كندير واحد 3 معالق ديال الزيت النباتيه، وتنخلط الخيزو هكا مع هاد التتبيله، وغادي نغطيه ونحطو على عافيه مهيله، منجهدوش عليه عفوا العافيه. صافي كنحطوه كيطيب، الا كانت العافيه مهيله راه كيطلق ديك المويه ديالو كيطيب فيها، ثم شفتو راه طلق ديك المويه ديالو، ما زدنا فيه لا ما لا والو، غير كنمهلو عليه البوطه وكنخليوه حتى كيتشحر هكا مزيان، وغادي نزيد عليه شويه ديال الحامض مقطع مصير، وشويه الزيتون، شي حبيبات ديال الزيتون، كنزيد القزبر والمعدنوس اللي مقطعين رقاق، كندير هنايا واحد 2 معالق كبار لانه هو تيبغي النسمه ديال القزبر المعدنوس. صافي وكنخليوه هكا كيطيب، كنزيد نخليه واحد 5 دقائق. صافي وكنطفي عليه، هنا غادي نوجدو الحوت اللي عندنا او السمك، كندير شويه ديال الملحه، شويه ديال الفلفل الاسود او الابزار، شويه البابريكا او التحميره، وشويه ديال الكمون، وكنخلط هكا مزيان هاد التتبيله. غادي نزيد عليها هكا واحد 1/2 كاس ديال الفورص او الدقيق الابيض، او اللي كاين اللي موجود عندكم، او السميده او دقيق القمح الصلب، يعني اللي كاين اللي موجود كنقدروا هكا نصايبوا بها هاد التتبيله الحوت. صافي غادي نجيب السمك ديالنا، عندي السمك الصول اللي غادي بحال هكا كنحركو في هاد الدقيق، وما غاديش نقليه. صافي كنبدا نخلط حتى كيتشرب لينا ديك المليحه، وكيتشرب لينا هكا العطريه، وكيتلبس بالدقيق. واخا ما نقليوش راه كنديروه بحال هكا. صافي كنجيب هكا عندي المقله اللي دهناها بشويه ديال الزيت، واحد المعلقه هكا ديال الزيت، زيت نباتيه، وكنستف بحال هكا الحوت ديالنا او السمك، كنستفو هكا داير. كيتقلف مره يعني وما كيعطلناش. هنا كنزيد التستيفه الثانيه، لان يعني السمك الصول هكا صغير ورقيق، راه دغيا كيشرب طياب، وخا كتكون وحده فوق وحده راه كيشربوا الطياب بحال هكا. صافي كنزيد التستيفه هكا الثانيه، البلاصه اللي كتبان ليا خاويه كنزيد فيها هكا. صافي وغادي نحطه فوق البوطه بحال هكا كيطيب، وغادي نغطيه، انا عندي المقله كبيره غطيتها بحال هكا بهاد الصينيه، او كنغطيوها بشي غلاقه، وكنخليوه حتى كيطيب مزيان، كيبدا يتحمر، وغادي نقلبوه، غادي نقلبها بحال هكا في واحد الصحن باش غادي نطيبو الجهه الثانيه. هكا كنقادوه كنرجعوه للمقله، وكنرجعوه فوق البوطه، كنقادوها بحال هكا ونرجعوه حتى كيطيب بلا ما يكون الزيت، يعني كيطيب هكا ناشف، وكيجي من اروع ما يكون، كيجي لذيذ. غادي نوريكم الشرموله ديالنا او لاصوص اللي درنا بخيزو، كنرفقو به هكا السمك ولاصوص ديال القرعه او الشرموله، بلا ما تكون فيهم مطيشه او اي اضافات، كيكون هي بوحده بحال هكا.
وما تنساوش الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تشاركوا في القناه وتضغطوا على الجرس باش دائما ان شاء الله توصلوا الجديد. وكنقول لكم بالصحه والراحه، وغادي نخليكم مع الصور، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.